عليكم كنا غندزي عملا وزلال ناوي ذي حوجين لا نترزق لي في 50 باش نبيع هنا لازم زادي دك ايوا وجينا ناخذ بوابو ندوش سلامة انا عاد سلامة ندندند غادي نسناخ شي 10 سنين هيدا تكري دغ يا البال ما خذا هي السنا والجن هي المشكل لا وديت غا سكواسا انا السلطه المشكل الا شي خصها تخوم زيدي خصها تفغم ديتك كرف سريح حوجين كرف سناق حالينا غا حوجين شمناخ الكراج يشير انا ودي شراني مزيان كرف سني شيران ذاتي انا فغينا شمو تفغم صبرا تغيزا تترجي المسجين هذا غير فنقعفون هذا ينصر ربي الحق هذا ينصر ربي الملك واحد سنة تنصر ربي غير هذا ينتت المسجين هذا خت عاون ميويتك هذا ينصر ربي الحق والسلام عليكم جارح ولا الصنبولة وحطهم هنا قال لك خلوهم لهنا قال لك سيروا دخلوا الكراجات دخلنا الكراجات قال لكم خوا الكراجات وجلوا علينا وجاب الكاميو قال لكم قلت له ديروا من الحول في الكاميو الكاميو ما عرفناش واش ديال المخزون ولا ديال شي شركه قلت لهم تسناو باش نجيب الكاميو ديالنا وانا نادي لا شي الاعلام ولا شي قانون باش نخويو الكراج الاخرين راك ما يهضر معاهم غير هذا الكراج الكراج ديال الصنبولة الله يحمد لك الوالدين شحال كاين الكراج 170 باش كارينا الكراج شحال جبتي الغنم ديالك 110 شحال 110 ديال الغنم 110 ديال الغنم راس 110 جبتي شحال ديال الفلوس جبتي في المركوب في المركوب 150 من الازيلال 150 الف ريال زيد على 170 شحال 150 الف ريال باش جاب لها الكاميو ودابا الغنم ديالك فين مشات؟ سدوا عليهم باقي في الكراج قال لك خصها تخوي في الكراج ضروري تخوي قلت لي جيب لنا القاش يعني اعطيني شي قانون ويتحمل المسؤوليه ديالو باش نمشي في بلاصه السوق ولا شي بلاصه اخرى هادشي اللي نطلب واش يطلبوا منكم تيقول لكم سدوا صافي ما تسدوا قال لي سي خويو قال لك خويو ماشي سدوا انا الاول حطيت هذيك التيره ديال الصنبوله قال لك خويو من التيره فين نمشيو سيروا الكراجات وجاو عاوننا الحوليله دخلنا الكراجات والمقدمين دخلنا شي شويه راجعوا قال لك خويو من الكراجات قال لي راه كاميوت مش هذا رجعات فازيلان فين الكاميو سطو هنا شحال كولوميتر شحال وعيطت للكاميو ومول الكاميو ما عرفناش قال لي راه شرجع في هذا الكاميو قلت لهم راه الكاميو ما عرفناش ديال ايش وراه الناس جاو شافوا قال لي الناس واحد شوم عليكم هذا جاو على هذا الناس اللي جاب الازيلال تاعنا شوم عليكم حنا جينا ترزقوا المساكين ودي على الرزق ديالنا ما درنا مشكل هادشي اللي كاين المشكل ديالنا اخويا حنا مولفين كنجيو لهاد الصنبولة شحال من سنة وانتم تجيو لهنا؟ 8 سنين 8 سنين كنجيو لهنا كنجيو لهنا تنبيع ونشريو هنا عادي ما كانش اللي يهضر معنا زعما السلطة كانت كتوقف معنا هنا تنبيع ونشريو كيما بغينا ما كاين لا صداع لا شفار لا حتى حاجة هاد العام هادشي راه تبدل ما جيتش انا تا الاخر لقيت الكراجات هنا عامري جيت انا الاخر جاو لعندي قالوا لك غتهز الحواله ديالك اختار واحد بجوج اما تهز الحواله ديالك من هنا تمشي لشي بلاصه ولا نديهم الفوريان يعني. جابوا الكاميو وجاو الناس كيغوتوا واقفين معانا الله يكثر خيرهم جراو على الكاميو مشى في حارته ايوا دابا راه سدينا على الحواله دابا في الكراج في الاكاب ما كاين لا الاكسجين لا حتى حاجه راه قريب يموتوا راه قريبين يموتوا لا العلف لا الماء لا حتى حاجه حتى تبغي تحل الباب حتى يجي العون ديال السلطه تيجري عليك وتنطلب من المسؤولين ديالنا يديروا لنا شي حل شحال كريت الكراج؟ كريت الكراج ب 180 وشحال جبتي هاد القطع ديال القسم شحال جبتي؟ جبت 116 شحال تقام عليك ديال الفلوس اللي جبتي باش وصلتي للمدينه؟ ترانسبور ولا شحال باش تقاموا كاع بالعلف وكلشي ترانسبور قول 100 درهم الواحد 100 درهم الواحد فيها الخدامة فيها راه دانو دخل اخر المطاف قال لكم سدوا قالوا لك سدوا كتبغي تحل كيجي تقول لك سد المطالب ديالكم المطالب تنطلب من المسؤولين يديروا لنا شي حل راه موسم هذا راه ثلاث ايام ديال الموسم غادوز غادوز وراه حنا راه مسلمين راه حنا ماشي اليهوديين ماشي جينا من شي دوله اخرى دابا رساونا راه جا واحد لعندي قال لك سير لبلادك وراه بلادي هذا راه مغرب واحد ماشي راه مغرب واحد راه عاصمه هذه
راه انا كنسال فيها حقي. كنا غنداد على الرباط نوي ديال حوجين الناس استافد من الدان نستافد هذا كنا ايوا كنغي في الكراجات كنغي وين ديال كامل جوات انا شي خصات شر جمع يا حوجين راه اصغار ياضنين كنا غنشري هاد غير الكراجات نشري الكراجات 180 غير دانا غير فلوس الكراجات دان كلشي داد غير ورياض الزنزي حوجين كنغي في الغير حوجين الكراجات ورياض نخلص الكولين كنا غنخلص الخضيط ورياض الزنزي ورياض عايش الملك كنسر ربي سيدنا خويا ما فهمنا والو كل عام تنخدموا في هاد الكراجات هادو حنايا في سيدي موسى في شارع السنبوله كراجات هنا تيكريو من الناس تيجيبوا الكسابه تيجيبوا الغنم تيكريو الكراج تيحطوها انا عندي تريبورتور ديالي ها هو راه الاخر مول تريبورتور هنايا هاد البلاصه هادي مول تريبورتور تيدبروا على راسهم مول الكورده تاع الدراري الصغار مول الكرارس كلشي تيترزق على الله وهاد الناس هادو كانوا دايروا شي لافته وعلموهم من الاول بانهم يسدوا لهم وما جاوا هاد الناس خلاهم تيكريو كراو الكراج يكريو ب 160000 140000 كراو وجايبين ترونسبور وكلشي مع بداو تيحلوا تيبيعوا وما تيسدوهم وما مع بدا شي حلو ماشي سدو شي حل مع شي حلو وما تيسدوهم تيحلوا هذوك الكراجات وما تيسدوهم قال لهم تفرغوا اليوم تفرغوا هذا الشيء هذا وتيدوروا على المقدميه هذو شويه تيقولوا لهم عاد شادير وارونا التدوار شي المقدميه تينتف من عندها 100 درهم من عندها 100 درهم عند 4000 في الاخر وصيفطوا مقدميه اخرين ودابا واقفين عليهم هنا مساكن سد لهم الكراج تيقول لهم تهزوا الحواله ديهم ولا غادي نديهم لكم نجيبهم كام يوم للجامعه وما كاين لا قايد لا والو هذو المقدمين دايرين هذا الشيء هذا دايرين هذا الشيء سادين الناس الكراجات حشومه حشومه وهاد الناس مساكن ترزاو برانيين ولاد اصيلال وجايبين الغنم ديالهم ومكرفصين والله الا حشومه عليهم تعداو عنا الله ياخذ الحق بلا سدوا الكراج اثر كل شيء ما تيخدمش انا عندي موطور اليوم بقى مصورت 400 وكل ولادي عندي جوج وليدات بقى والله فلوس العيد ما عندي حتى كورده هي الاخرى منه تمين تنخدموا تيحلونا الكراج نديو الحوال للناس نتمعشوا مول الكروسه تا هو تيتمعش مول الكورده تيتمعش هاد الناس راه حشومه عليهم وحق الله ظلموا هاد الناس هادو بغاني يسدوا لهم وهنا في حي الرحمه الكراجات كلهم محلولين هنا في الواد شارع محمد السادس كل شيء كراج محلول هاد البلاصه هادي حطوا عليها حشومه عليهم بزاف وحق الله هاد المنطقة بوحدها كلشي راه هما كلشي حال القرية في قنت كلشي حال الكراج هاتو هنايا تعداو على الناس اصاحبي ولا لا حشومة عليهم وحنا مولاي ولات ربي عباد الله ربي اللي عالم بها تصور دابا تنهضر معاك انا الصباح صافها 10 دراهم في جيبي درت بها ليسانس جيت لهنا والله ما عندي باش ندخل حتى لي كوش والحليب لوليدات وعندي جوج وليدات وفلوس الحاولي ما عندي مني حتى الكوردة